التسييف الذي بتحتفي بالعيد، وان شاء الله نحاول نقدم لكم فقرات جميله تسعدوا بها. عايز بس اقول لكم انه في ايام من ايام ربنا ما ينفعش ان احنا نعديها، منها يوم زي اليوم ده. هذا يوم مبارك، هذا يوم حتى الدعوات فيه مستجابه. طبعا كل كتير من الناس كانت صايمه، ربنا تقبل وقفه عرفه، الدعاء بقلب صاف الى الله، كل هذا يجعلنا نقف مع النفس وقفه حقيقيه. اللي زعلان من حد يسامحه، اللي مخاصم حد يصالحه، محتاجين يمكن يكون دلاله في مثل هذه الايام العظيمه ان احنا نتصالح ونتسامح ونمارس طقس اخر من طقوس الحب. الحب بالمناسبه مع انه اختراع الهي، لكنه في الاصل اختراع مصري جدا. الحب مصريين سجوه ووثقوه بالازميل، بالحجر، بالبردي، بماء الورد. هتلاقوا كلمة حب ذكرت في اللغة الفرعونية، هي أكتر مفردة ذكرت في اللغة الفرعونية القديمة وسط كل اللغات حتى التي انقرضت. إذن المصريون يعلمون يعني إيه حب، يعني إيه أعياد. إحنا كنا بنحتفل ب 365 عيد في السنة، من عيد حصاد لعيد النيل لعيد وفاء النيل لعيد وفاء الأب، حتى الأم والأب والأخ كان لهم أعياد عند المصريين القدماء. مناسبات كلها كانت فرحة وسعادة. مع كل الأزمات اللي بيعيشها المصريين في يوم زي ده، انفض عنك الهم، قول للهم أنا قافل باب النهاردة، أنا منك في أجازة النهاردة. عيشوا حالة حب مع نفسكم الأول علشان فاقد الشيء اللي ثم مع اللي حواليكم. الحقيقة أنا فكرت أبدأ إزاي فقرات الليلة دي، فقلت أنا هجيب حد أنا بحبه بصراحة. هو واحد من الذين علمونا الحب بالغناء، وكان مختلفا في تعبيره الموسيقية عن الحب وعن الأرض وعن الوطن. غنى مع كل الأجيال أو لحن مع كل المطربين، والحقيقة أنه دوما كان يكتشف أو كان كشافا وجوهرجيا للنجوم الشاب. كون فرقة أطلق عليها اسم مصر، سماها المصريين، وتعاون مع أعظم شاعر عامية في العصر الحديث صلاح جاهين، وغنى لنا أغاني. أنا فاكر وأنا في المدرسة أنا كنت أقول إيه الناس المجانين دول؟ ناس كانت بتفكر ساعتها بره الصندوق، عشان كده الأغاني دي باقية وخالدة. لحن لعظماء الطرب، يمكن منهم تصغيري عيد ميلادها أول اسم. معايا العاشق والمحب، عاشق الأرض وعاشق الفن، هاني شنودة. أهلا بيك. أهلا وسهلا. منورني. ده مقدمة جميلة جدا جدا، كل سنة. ما تزوجش إلا من واحد أديب حبيب، يعني أديب عميق الأدب. حياتي اللي علمتنا والله. مش عايز أنا غلبان يا عم. كنا لسه بنتكلم طبعا، يعني واحد من أحدث اكتشافاتك في وقت قصير الحقيقة، عمل رصيد حلو قوي مع الناس. زجزاج منورني. دكتور هاني شنودة من سنتين او من ثلاثة قال لي انتظر زجزاج، زجزاج هيبقى حاجة جامدة جدا. انا لقيت لك فانز خصوصا الاجيال الشابة، وده حلو، رغم انك بتقدم شيء جد وشيء مختلف، يعني ما بتقدمش هلس. دي حاجة غريبة. ده معناه ان احنا بخيرنا، الشباب بخيرنا، الشباب بخير جدا. ومهمة الشباب ان هم دايما ياخدوا بايد بعض ويوروهم طريق صح مش الطريق الضلال يعني. فلا ده حاجة عظيمة جدا، مش حاجة قليلة. مين سبب او سر تسميتك زجزاج؟ الزمن. شفت الرد؟ ده رد هاني شنودية. لا من هذه المدرسة العظيمة. لا بجد، ليه زجزاج؟ طب معنى، طب عارف الزجزاج طالع نازل، انت ما شاء الله طالع مش نازل. لا بطلع وبنزل، ده شعور متقلب جوايا، ربنا خلقه زي ما خلق كل حاجة في الدنيا، فيها كل حاجة متقلبة، في ليل في نهار في صيف في شتاء، كل الشعور ده متقلب، مش خط واحد. لما بعد كده اكتشفوا ازاي الانسان عايش ازاي من خلال المونيتور بتاع رسم القلب. فالموجات الزجزاجية ديت لاقوا فيها ان كده فعلا الانسان عايش. طب لو خط واحد هيكون ميت. فمعنى كده ده شيء بيديه، يعني الزجزاجة دي معناها الحياة. هو ده، لازم نجرب الفشل والنجاح. انا فعلا رسم القلب، لما بنعمل رسم قلب بتلاقيه عامل كده، فالدكتور يقول لك انت تمام، انما لو هو خط مستقيم لا قدر الله وقف. فبالتالي نيس دوت على كل حاجه في الكون. التفسير
يعني هو معنى كده ان هو في حياه دائمه طبعا باسمه طبعا مش بيلعب الراجل مش بيلعب يعني بفضل الله والزمان. طيب العيد عند هاني شنوده عيد الاضحى بالتحديد ايه؟ عيد الاضحى بالذات عيد التسامح. وحضرتك ذكرت الحب والمحبه. والحب ده ثلاث اربع حاجات. واحد ان تحب بالرغم من. يعني انا عاود نفسي ان بالرغم من ان فلان عمل فيا بس هحب. يا سلام. الحب نمره اتنين لازم يحتوي على التضحية من اجل المحبوب. هو جوهر العيد عنده. فالضحية دي عبارة عن التضحية من اجل المحبوب. صحيح. فديناه بذبح عظيم. هنا الفدو بالظبط. يعني حتى ايه انك تقدم شيء عظيم تفدي به او تؤثر الاخر به على نفسك. الايثار يعني. والقصة التالتة انك تهتم بغيرك. الاهتمام. تهتم بغيرك. سيدنا رسول الله وصانا على سبع جار. سبع جار. يا سلام عليك. يا سلام. فانك تاخد بالك من اللي جنبك. أيوة. ده نوع من انواع الحب الكبيره قوي. صحيح. قوي. صحيح. الحب وانت باعتبارك عاشق للمصريات زيي فاحنا شفنا ده في عند تحوت وعند المصري القديم وعند صح كده؟ طبعا من زمان قوي المصريين عندهم هذا. احنا بس مش عايزين نتكلم فيها. لان النهارده ايه؟ عايزين نتكلم في بس انا بقول ان احنا بنمارس عيدنا اعياد بنمارسها بطريقه مصريه. طبعا طبعا. حتى احنا عاملين اغنيه ان شاء الله لسه هنعملها لرمضان اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. بكتبها الدكتور محمود موسي برضه زي الحاجه اللي هنسمعها لكم دلوقتي. بتقول مين في رمضان عمل مدفع وهكذا وهي مصر. يعني مصري يعني الاحتفال بجي رمضان. صحيح. من اول اغنيه اهلا رمضان بتاعت اسمه ايه ده لغايه المدفع لغايه بقى القمر الدين والمش عارف كل حاجه رمضان جانا ولسه بدري يا شهر الصيام والحاجات دي. طيب زكزاد هنسمع ايه؟ ممكن نسمع اغنيه صلوا لو هو دكتور هاني تحب. صلوا على خير الانام. صلوا على طه الرسول. ده احدث حاجه ليكم انتوا الاثنين يعني حصريا لبرنامجنا طبعا. طيب يلا بينا. اتفضل. هي تجربة الحياة برضو انا سمعتها في اللحن مختلفة. أيوة. فيها ميكس رائع ما بين ال يعني الحمد لله ده الدكتور هاني. اتفضل. صلوا على خير الآلام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، أرض مريم البتول، صلوا على خير الآلام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، بركة مريم البتول، حب وسامح غني مدايح قول إنشاد أو قول تراتيل، حب وسامح غني مدايح قول إنشاد أو قول تراتيل، قال البت وقال عمران القرآن ويا الإنجيل، قال البت وقال عمران القرآن ويا الإنجيل، القرآن ويا الإنجيل، القرآن ويا الإنجيل. صلوا على خير الآلام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، بركة مريم البتول، صلوا على خير الآلام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، بركة مريم البتول، يا رب ارحم ارحم
نسب النبي ومن عندنا خطوة عيسى وعلى أرضنا. نسب النبي ومن عندنا خطوة عيسى وعلى أرضنا. مصر يا وش جميل ومريح حب محمد والمسيح. مصر يا وش جميل ومريح حب محمد والمسيح. مين في الدنيا بقى زينا او يتمنى ولا ينول. صلوا على طه الرسول، صلوا على خير الانام وعلى زكزك. الله يا رب يخليك يا رب يكرمك يا اخي. الله ايه الحلاوه دي، الزمن. ايه الجمال ده، الزمن لحنا واداء ما شاء الله ما شاء الله. واللحن عبقري يا ده دكتور. الزمن شوف انت سمعته في انا انت سمعته من 4-5 سنين تقريبا. شوف الزمن عمل ايه. لا ما شاء الله. لا ما انت انت طالع، ما فيش زجزاج، انت طالع. ما هو خلي بقى الحاجات بقى على اللحن الرائع ده. ان الزمن بيسمي الالماظه فحم، شافها كانت فحمة. صح. هو بالنسبة للزمن الالماز ده فحم. لا بس هو الماز ما شاء الله. طبعا صوتك الماز ما شاء الله. شهادة. يعني انا بدأت تجي لي رسائل ناس بقى بتطلب تضيق بين الدنيا وحاجات كده. فانا ايه هستاذ دكتور هاني ان احنا نسمع تضيق بين الدنيا ونرجع نسمع حاجة للمصريين مثلا او حاجة. تضيق بين الدنيا دي ما فيها مزيكا ولا لوحدها؟ زي ما انت عايز. طيب يلا. يعني ده موجود عندي؟ لا. يلا. يلا من غير مزيكا. يلا ممكن؟ يلا. ماشي اتفضل. ده الشاعر ابن الرومي ولا ده شعر حد من الصوفيين؟ سيدي عمر بن الفارس. ابن الفارس. سلطان العاشقين. سلطان العاشقين طبعا، ده سلطان العاشقين بجد. عمر بن الفارس، اتفضل. تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا وتذهب بالأشواق أرواحنا منا. فبعضكم موت وقربكم حياة. فإن غبتم عنا ولو نفسا متنا نموت ببعضكم ونحيا بقربكم. وإن جاءنا عنكم بشير اللقى عشنا نحيا بذكراكم إذا لم نراكم. ألا إن تذكار الأحبة يعيشنا ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم. ألا إن تذكار أحبتي نعيشنا نموت ببعضكم ونحيا بقربكم. وإن جاءنا عنكم بشير اللقى عشنا. الله الله ايه الحلاوه دي يا ابن اللذينه. مين اختار لك الحاجات دي؟ يعني هو الفضل لله في الاول وفي الاخر، ثم كل الناس اللي اشتركت معاهم في العمل. يعني
اللي اوهب لي الطريق دوت في الاول خصوصا اني اشتغل اللغه العربيه الدكتور هانش نودا والموسيقى المتطوره. وبعدين قابلت الملحن الموزع معز عبد الغني اللي انشانا اول البوم باسم قواعد العشق للمحبين. وبعد ذلك بقى اشتغلت مع الغريب ان القواعد العشق لقاله جمهور. سبحان الله انا كنت متخيل ان مفيش حد هيسمع مش كده يعني هذا الشعر الصوفي اللي عايش بقاله مئات السنين يمكن الاف السنين لقاله جمهور حاجه عجيبه. خلي بالك يعني برضه جمهور كويس. هو بيرجع للنقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها الاول عن الحب. هو كل شيء مبني على الحب بيوصل بسرعه يعني. وفي مقوله يعني لسيد محمد عوض المنكوش بيقول فيها الحب سر كبير يرقي بالسلوك ويسمو بالانسان. حب الله هو هدف الوجود وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. الله. فكل الله. شيء مبني على هذا السياق العظيم صحيح. جدا بيروح لانه ربنا كاتب له ان هو يروح في الاتجاه صحيح. بس ابو القاسم الشابي يقول لك ان نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها. انا بالحب قد وصلت الى نفسي وبالحب قد عرفت الله. لا يعني حتى بقى الحب طريق الوصول لربنا. هو كده ما هو في شغل كده. طيب اختار اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه يعني. انا معاكم. انا سميع زي طيب. زي الجمهور. فتحب نرجع للمصريين؟ انت اخترت واحدة انا هختار التاني. يلا بينا ماشي. انا هختار ميل بينا. يلا بينا. ميل بينا ده موشح اندلسي حضرتك ملحنه. ايوه. ليه كل الناس لما تقول لهم موشح يقول لك اندلسي؟ الموشح أيوة. ممكن يكون اندلسي وممكن ما يكونش اندلسي. لكن هنخليه اندلسي ماشي. المهم حاجه منك وخلاص. ربنا يخليك. فلنعش ليالينا أنت في ثنايا الروح آهات أرددها كلما بدت أبوح بالهوى أجددها ملبنا يا روح الروح فالهوى ينادينا أشعر بحبك ألمس غرامك بهمس قلبك وفي ابتسام أشعر بحبك ألمس غرامك بهمس قلبك وفي ابتسامك في كل مر تمر مر تنطق عيوني حروف كلام في كل مر تمر مر تنطق عيوني حروف كلام أشعر بحبك ألمس غرامك بهمس قلبك وفي ابتسامك إلى متى ستظل حبيبي تديد بالأشواق ليلي إلى متى ستظل حبيبي
حبيبي تجيد بالأشواق لهيبي. لقد مللت ليالي الآه فقد مللت ليالي الآه فقد مللت ليالي الآه يا روح الروح فالهوى ينادينا. أشعر بحب ألمس غرام بهمس قلب وفي ابتسام. أشعر بحب ألمس غرامي بهمس قلبك وفي ابتسامك في كل مرة تمر مرة تكتب عيوني حروف كلامك. في كل مرة تمر مرة تكتب عيوني حروف كلامك. أشعر ألمس غرامي بهمس قلبك وفي ابتسامك إلى متى ستظل حبيبي تجيد بالأشواق لهيبي. إلى متى ستظل حبيبي تجيد بالأشواق لهيبي. فقد مللت ليالي الآه فقد مللت ليالي الآه فقد مللت الله عليك الله عليك الله عليك. لا مجهود برضه عامل مجهود في طالع قرار وجواب ان شاء الله. مساحه صوتك جميل. ايه اللي حكي العبقري ده؟ وبعدين مختار موشح كلامه حلو وبسيط. ايوه وقريب يعني اللغه البسيطه اللغه البيضاء دي بالظبط. مفيش كلمه معقده مفيش كذا يكاد يكون عاميه يكاد يكون عامية مفصحة يعني. زي ما حضرتك قلت اللغة البيضاء. ده حقيقي اللغة. رائع رائع الحمد لله. وبعدين بترجعنا احنا كنا نسينا موضوع المرشحات ده من ساعة يمكن حسن عم بيجيد وفرق في فرق كانت بتطلع الشغل ده نسيناه من الثمانينات تقريبا. احنا لازم ما نسيبش نوع من الانواع الموسيقى العربية. كان اسمه عبد المجيد حضرتك دكتور فؤاد عبد المجيد. فؤاد عبد المجيد تقريبا اخر واحد انا سمعته بيقول موشح ده. هو لا اذكر حد بعد منه. هو اي الموشحات متطورة وكانت حلوة جدا وعظيمة جدا. كان ليها جمهورها برضو. لكن هو طبعا عشان ابتدى متأخر في سنه. كبير كان. غنى بعد الستين تقريبا. هو ده الموضوع. صحيح. لكن احنا بنحاول. طيب. عايزين. بنحاول ما نسيبش نوع. ما شاء الله. عشان ما يندثرش. طيب عايزين بقى طبعا الناس ما تعرفش انه استاذ هاني شنودة عمل العدويه وعمل عايزين بقى ايه حاجات في في تعبير العيال بيقولوا لي بيقول لي خليه شهيصنا. يعني ايه شهيصنا دي يا زكزك؟ يعني انا هم ادرى اكيد انا بريء والله هم ادرى هم ادرى بس انا بيتهيألي ان دي من شهيار وهيصنا. شهرصنا دي اللي شهيصنا. شهيصنا عمل لك تخريجه ازاي؟ اتحدى علماء اللغه يطلعوا بالتفسير. طب مركب مزجي عايزين نشهيص نغني حاجه كده فيها ايه تشهيصنا الدنيا ايه؟ مسألة السن. طب مش شهيص قوي مسألة السن من تراث فرقة المصريين. طبعا واستغاثة الإسماعيلية. احنا اتكلمنا على الأغاني الاجتماعية ودي بتقول
يعني انتوا لما كنتوا صغيرين كنتوا اشقيه، فخليك هين على اولادك، ما تعمل لهمش يعني الشويه ياهم دول. يلا بينا يا زكزك. الفرق ما بيني وبين والدي مسألة السن، بيقولوا لما كان قدي كان زي الجن، عايش كده على كيفه فارس فارس سيفه، شاغل يومه بالمواعيد هاجر نوم بس سعيد، دب جميع انواع الحب واتنقل من قلب القلب، عمره ما خاف من بكره ولا نادم على ذكرى، الناس والناس حبوا بس في مرة الناس عدوا على انه مش زي ابوه، ردوا قال انا ابن حلال والفرق ما بينه وبين والدي مسألة السن، بيقولوا لما كان قدي زي الجن، وانا طالع زي ولا بيدي الدم يحن، الدم يحن، الدم يحن، هاجر نومه بس سعيد، دب جميع انواع الحب اتنقل من قلب القلب، عمره ما خاف من بكره ولا نادم على ذكرى، حب الناس والناس حبوا بس في مرة الناس عدوا على انه مش زي ابوه، ربه قال انا ابن حلال والفرق ما بيني وبين والدي مسألة السن، بيقولوا لما كان قدي كان زي الجن، وانا طالع زي ولا بيدي الدم يحن، الدم يحن، يا ده الدم يحن. يا عيني. الله الله الله. كان نفسي الكاميرا تيجي على ايديهم هما الاثنين يا استاذ محمد. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ انا عايز اسال سؤال على الهوا بقى كده. اتفضل. تقدر تغني حتة من الزحمة؟ اه يلا بينا. اه دي اول مرة بقى. والله العظيم يعني كنت لسه هطلبها عشان تعرف التوافق الروحي تلبث اللي بيني وبينك، القلوب عند بعضها، تخاطر اللي بي... في تخاطر بيننا كبير. خلي بقى الحكاية ده تدبير. يلا بينا. يلا اوكي يا زكزاك. فاكر استاذ محمد اغنية زحمة يا دنيا زحمة؟ يعني نسمعها حالا من زكزاك ان شاء الله. دي حصريا جدا. دي اول مره. اول مره هنعملها قدام حضرتك على فكره. بالمناسبه هو عمل اغنيه لمنير حلوه قوي، علموني عينيكي. لا ممكن نلعبها دي كمان. منير يلعبها برضو. حلوه قوي قوي، من احلى الحان. بحبها جدا طبعا. على فكره الالتراس بتاع الاهلي خدوه وحطوا عليها كلام تاني. ركبوا كلام. وهرفع قضيه على مين ولا مين ولا مين. كلام قبيح طبعا، كلام قليل ادب.
يعني هنغني زحمه وبعدين بيقولوا يا عايزين نسمع الليمون يعنيك برضه. يلا بينا يا الاثنين. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده اجي الحن انا اجي اعزف بس كده. خد بالك دي عملت برضه نقله. الاستاذ هاني بيعمل حاجه غريبه، كل مطرب بيروح له يعمل له نقله في حياته. ده حقيقة، أنا معترف بده. يعني زحمة في عند عدوية قبل شيء وبعد شيء تاني خالص. وزحمة كلمة، ده كلام صلاح جاهين يا ريس. لا مين؟ الزحمة ده حسن أبو عثمان. حسن أبو عثمان برضه كان شاعر عظيم. بس أنا عايز أقول الحقيقة، حسن أبو عثمان اللي عمل لرشدي عدوية. عدوية بس أنا عايز أقول الحقيقة حاجة مهمة قوي. إيه هي؟ أنا بقابل المطرب في نص السكة. ده خليه يغني هاني شنودة ولا خليه يغني طبيعته؟ فلازم اججله شويه ناحيتي، بس اسيبه ايه يعني زي ما تقول كده، اسيب له الحاجه بتاعته ما اشتغلش فيها. فالمقابله في نص انت قلبت، انت 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 قلبت نجات. يعني نجات صغيره عيد ميلادها امبارح بالمناسبه. ايوه هنغني كل اغاني نجات دلوقتي، بس نشوف الاول زحمه يا دنيا زحمه لاول مره بصوت زجزاج. هقول لحضرتك بقى حاجه عشان تبقى واثق منها. لما عملنا الاغاني بتاعت نجات تقول لي يا هاني عارف مين النهارده كان موجود عندي؟ تقول لي اسم مش هقوله. وقال لي بعد ما سمع الاغاني دي قال بقى بعد اللغه العربيه وتغني باللغه العربيه هتغني دانس اوعى تنزليهم. فمش هنزله. لاحظت يفوت ست اشهر ولا حاجه، عارف كان مين عندي؟ مين؟ كمال الطويل. سمع الاغنيتين قال انت مجنونه، حد يبقى عنده الجواهر دي وما ينزلهاش للناس؟ يا سلام نزليها. فهننزلها. قعدنا كده يا كذا انا يا نهار ابيض. انت عارف بقى دنيا زحمة زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة ولا عطش رحمة مولد وصاحبه غايب. زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة ولا عطش رحمة مولد وصاحبه غايب. زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة ولا عطش رحمة مولد وصاحبه جاي. زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة ولا عادش رحمة مولد وصاحبه جاي. اجي من هنا زحمة اروح هنا زحمة، هنا او هنا زحمة. اجي من هنا اروح هنا هنا او هنا. زحمة يا دنيا زحمة. زحمة ومعطلاني وان رحت وملقتوش، اخاف اروح له تاني في معادي ملقاهوش. زحمة ومعطلاني وان رحت وملقتوش، اخاف اروح له تاني في معادي ملقاهوش. كتير الناس كتير وانا عايز اوصل واطير، كتير الناس كتير وانا عايز اوصل. اجي من هنا زحمة اروح هنا زحمة، هنا او هنا زحمة. اجي من هنا اروح هنا هنا او هنا. زحمة يا دنيا زحمة. يا عسل، برافو برافو برافو. مش عارف يعني على قدر ما قدرت. اول مره اغنيها يا جماعه اساسا، فيعني ده انت برافو عليك والله. يعني حاولت يعني. لا ركب انت دخلت محراب هاني شنوده خلاص يعني. بس اللحن شوف بعد السنين دي كلها، ده سبعينات يا ريس؟ لا اوائل 81 اوائل الثمانينات. بس عمل نقله طبعا رهيبه. وانت صححت لي معلومه، ده حسن ابو عثمان ده شاعر عبقري طبعا.
طبعا يا نهار اسوح ده عمل شغل. هقول لك كلمه مجيد حمدي لحن هو اللي عمل لنجات الاغنيه الشهيره دي اللي غناها اسمه الجسمي اللي غناها الجسمي يا ابني قريب. ايوه اما براوه. اما براوه تخيل الشاعر العظيم ده والله العظيم، وكان بيشتغل حلاق. ايوه مظبوط. ويوم الاثنين يكتب الاغاني ياخد يقفل البتاع ويكتب الاغاني، ولا قصه رهيبه لو قصته في كتابه الاغاني تجنن. وبعدين علم نفسه القراءه والكتابه وسمى الله العظيم سمى مراته اسم غريب وسمى بناته اسماء عجيبه جدا، مش عارف ملاك ايه حاجه كده، يقول لك عشان ما كانت تطلع من بيته يقولوا لها يا ملاك، ينادوا عليها باسمها. فلا كان حكايه كان لو كان يعمل ايه، يقول لي نقعد على القهوه وحط ورقه وقلم، ايوه الكلمه اللي تتقال ثلاث مرات اكتبها يا سلام، وتبقى دي الاغنيه ان شاء الله. يلا يعني مثلا كان عنده مذهب كده مدرسه يعني، وكان عنده حاجه ثانيه هقولها لك دلوقتي، بس ايه يقعد كده، تعال يا ابني من الزحمه ما يكتبهاش، تعال نروح لفين، استنى بس اما الدنيا تروق شويه، ده الدنيا زحمه قوي ما يكتبهاش، اتقالت الثالثه يكتب زحمه وعامل عليها اغنيه ويروح عامل عليها اغنيه. اللي عجبني بقى في الاغنيه انه كاسر وقت يعني حيطه، عامل التلوث كله، عامل التلوث السمعي. عايز يسمع مش ما بيسمعش من الزحمه. صحيح. يعني الزحمه عامله دوشه ودي عجبتني قوي. وحته تانية ان هو قال ايه الساعه الا تلت الا تلت ومعادي معاها تمام. مفيش حد يقول الا تلت دي في العالم غير المصريين، غير المصريين. صحيح. عشان اساسا احنا فهلاويه وعارفين الساعه كام. صحيح. ناقصنا الا كام الا كام يعني. انت واخد بالك مفيش الا، العالم كله يقول لك يعني الساعه وكذا دقيقه. احنا نقول ايه كاننا بنرجع الزمن لورا بس عبقري. وكان عنده هو ايه، ان اسمك بيدل على حظك او اللي هيحصل لك. اللي شوف انت اسمك هاني، انت طول عمرك سعيد ومحدش قادر ينكد عليك. هاني. وانا اسمي حسن اخلاقي. مش عارف ايه. وعلى فكره كان ساعتي افضل بقى. النكسه حصلت ايام نيكسون. لا 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 نكسه كان خيالي. والشعر العظيم ده طلع من المقص الحلاق سبحان الله. طيب هتسمع ايه تاني زي ما انت بقى؟ يلا علموني عينيك مثلا. طبعا. محمد منير تلحين هاني شنوده. بس انا اقول لحضرتك لغايه ما اجيبها، انا عايز اقول لك ان انا رفعت على الجيبسي كينجز قضيه لان هم خدوا اللحن. خدوا زحمه وعملوها. اوكي. طبعا طبعا جيبسي كينج يعني دول ملك الغجر، دول ولا ايه؟ ملوك الغجر مش كده؟ ما دول فرقه شهيره. فرقه شهيره جدا. انت بتغني مواويل برضو؟ بص حضرتك، هو بغني كل حاجه ليها علاقه بالفن الهادف والواقع. الله عليك الله عليك. طب على بال ما الدكتور هاني يظبط حته مواويل صغنطوط كده ماشي. يعني يا ليل يا عين كده، وتقوم داخل بقى كده شويه عرب اي حاجه كده فيها ليل يا عين وتوصى يعني ممكن اقول حاجه بالمناسبه اللي احنا فيها والاجواء الروحانيه الجميله. فرح الزمان فرح الزمان، اليوم حان الموعد وعادت لنا ذكراه، حان الموعد أطل نجم في السماء، بنوره في مثل هذا اليوم جاء محمد، أطل نجم في مثل هذا اليوم.
لو كانت الدنيا تدوم لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لظل رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها تبقى الذنوب والمعاصي كما هي صلوات الله عليك يا سيدي يا رسول الله حبيبي. الله 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 الله. ايه الجمال ده؟ تدريب. ايه الجمال ده؟ ده اتدرب كتير. ايه الجمال ده؟ لا فنان عصامي. لا انا عارف، انا اشهد بهذا، عشان كده استويت يا معلم وزي الفل. ما تخافش عليه ده، عايزين ننجمه عشان نشوف اللي بعده ان شاء الله. الله خد بالك، هو وشه حلو. اول ما نكتشف عمرو دياب ده ده حبيبي. اول ما اكتشف منير، عايز اقول لحضرتك دكتور انيش نو دوت يعني عظمي يعني. وكل ما املك وانحني له دايما، لان هو صبر عليا. هو اللي ادى كل النصايح لعمرو دياب عشان يبقى عمرو دياب. ومنير شغل قديم، حضرتك ما تعرفش قد ايه يعني. يعني ادى من وقته ليا علشان استفيد في الحياه العمليه بتاعتنا والحياه الشخصيه. كل هو ما اتكتبش للاسف. انا لو عندي وقت والله اقعد اكتب مذكراتك، يعني انت تقول لي وانا اتملى والله. بس كده، لانه هو كمان يعني شغل عبد الحليم وفايزه احمد او هو اول موزع ليه. ناس كتير ما تعرفش الكلام ده. اول واحد حط قوالب موسيقيه جديدة للأغاني دي كان دكتور هاني شنود. يعني حاجة حضرتك، واحنا جايين بنتكلم في نقطة كده وبقول له دكتور هاني، يا دكتور هاني حضرتك الناس محتاجة علشان تكتشف كل اللي عندك اللي لسه ما طلعش واللي لسه موجود ومحدش لسه يعرف عنه حاجة. محتاجين 3000 سنة ولا ناس سنتين. كمان هقول بقى حاجة. اتفضل. احنا عندنا حفلة في الأوبرا مسرح المكشوف، انا هسيب لك دعوة على الباب. طيب جيت ما جيتش الدعوة موجودة. يا رب يكونوا خميس او جمعة. هو خميس. حلو قوي، هنجي لك ان شاء الله. 6 سبتمبر. حلو. 6/9. 6/9 هنجي لك ان شاء الله. تبقى بس قدامك. خلاص لا حفظتها والله. ان شاء الله. هنسمع علموني. اوكي. ده عبد الحليم منصور يا ريت. عنك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب الصافي، علمونا عنك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب الصافي، علمونا عشق صحابي وانت وياهم عذابي، والغريب لو دق بابي يرتوي من نبع الصافي، علموني اللف بيا دنيا غير الدنيا دي، طعم تاني وحاجة تانية، ما انتي نبع الحب صافي.
علمونا عنك سافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب الصافي، علمونا عنك سافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب الصافي، علمونا اعشق صحابي وانسى وياهم عذابي، والغريب لو دق بابي يرتوي من نبع الصافي، علموني ولفوا بيا دنيا غير الدنيا دي، طعم تاني وحاجة تانية، ما انتي نبع الحب الصافي. الله 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 الله، شايف القفلة دي ليلة جميلة. هي طلب بقى، اتفضل ده عناية برقبتي، اكتب لنا اغنية يغنيها انا الحانها هو يغني. حاضر عناية، اتمنى. السلام ده شرف لي. خلاص خد، هو اللي زمان اللي كان بيحرضني على الكتابة يعني، هو قال لي بص اقعد عنده مرق اكتب، فعملنا اوبريت لمحمد منير ومنى عزيز في منتهى الجمال. كان اواخر الثمانينات، كان عندي 16 سنة ساعتها، انا كنت لسه ما يا دوب مش قوي كده، كنت لسه متخرج والله. وعد 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 زجزاج، انا اكتب على الواتساب. حاضر عناية، تسلم عينيك. عينيا يا سلام، ده شرف ليا، شرف ليا يعني. رجعني لكتابه الاغاني. انت عارف انا اخر حاجه كتبتها لعلي الحجار تتر مسلسل 2006 من 12 سنه ما كتبتش اغاني. لا لازم نرجع اعمل ده، لازم حفله ويلكم باك. لا والله نعمل ده شرف ليا والله، ونعملها مره في اوبا ويكون حاضر ونحتفل. لا لا مع زجزاج ده صوت ايه الروعه دي. طيب من زمان والله الواحد ما يعني ما تسلطنش، انت سلطنتنا النهارده. شكرا الحمد لله. ايه سلطنطن سلطنطنطن انجليزي ده مرسي. انا نفسي اسمع منه موال، موال كده من الحاجات التراث الشعبي يعني. يعني انت فاكر طلعت فوق السطوح انده على طير. احنا بنجهز الفتره الجايه ان شاء الله حاجات من البوم كان الدكتور هاني بدريه اسمها، كانت بدريه السيئه، بدريه السيئه كان اسمها بدريه ايه؟ بداره بتاع اسكندريه. اسكندريه طبعا. كانت في واحده تانية بتقول لك مش عارف يا امري ايه اغنيه حاجه عن الامري. كان بر المواويل يا مزقزق الامري، يا مزقزق الليمون على ورق الليمون، يا مزجزج الامري على ورق. طيب انا جيت متاخر. جيت متاخر عننا. ايه عايزين هتعملوا ايه؟ هقول لك على حاجه بس مهمه جدا عشان الموال بس. انا قلت الزجزاج، انا شفته في الساقيه بيغني الساوي. قلت له تعالى يبقى فوت عليا. انا عرفت شفت ده نجم. ونص بقى كان في ناس هنجاصه كتير بقى قوي. تعالى جه، قلت له انا عندي مواويل كنت عاملها لكتكوت الامير. يا سلام. وغناها الله يرحمه. فعايزك تغني. قال لي لا انا مش عايز اغني شعبي. يا سلام. عجبني قوي لان شخصيه عايز يغني نفسه. طب خلاص ماشي. فمشي، فقلت له استنى انا عندي اغنيه محدش هيقدر يغنيها في مصر، كنت عملتها وظروفها صعبة. تغنيها. قال لي سمعني، سمعتها له. قال لي طب تشكر قوي. وراح وهو نازل على السلم سمعته بيدندنها، عرفت انها دخلت دماغه. دي اللي اصطدته بيها بقى. غير كده كان راح في حتت تانية. اللي هي ايه؟ اغنية اسمها من اليوم تسامحنا. ما نزلتش لسه. نزلت. ما حدش غناها خالص. اسمها من اليوم تسامحنا. باللغة العربية. وننسى ما جرى منا. فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا. وان كان ولا بد من العتبه فبالحسنى. الله. فقد قيل لكم عنا، فقد قيل لنا عنكم. الله الله. وما احسن ان نرجع الى الوصل كما كنا. يا سيدي
ده برضو شعر قديم؟ ده بقى شعر قديم جدا شعر جدا جدا شعر الاندلسي. ما هو ده شكل الموشحات برضو بقى له اكتر من 100 سنه يعني. وتمت بس ايه الموال بقى بتاع كتكوت الامير؟ الموال بتاع كتكوت الامير كان كاتبه عبد الرحيم منصور. طيب ده صابر يا صابر، قول لي يا صابر، عايش بينا وانت مهاجر، عيني يا صابر، وعد يا صابر، مين في العشاق زيك قادر. في الحفله الجايه ان شاء الله لو حضرتك جيت اكون حفظتها يعني. شوف الزمن لف. شوف بقى يعني إيه؟ شوف سبحان الله. في حظ قول لي ولا تخبيش، مين ابتسم في الدنيا وبعدها ما بكيش. الله، ده طبيب لجراح دوى الناس وانا صابر، كل المجاريح طابهم وانا صابر. يا سلام يا سلام. لا عبد الرحيم اما بيكتب في الحزن يا يا انت عملت له شبابيك كمان. لا شبابيك ولا شجر الليمون ولا دي ولا دي، ده دي كمال طويل. دي كمال طويل. شبابيك كمال طويل. طيب هتغني لنا موال اللي من القديم ولا لا؟ يعني خلينا نجهز حاجه يا ليل يا عين كده. مش حافظ ايه مواويل انت يعني؟ بالدندن انا كنت في المرحله دي الاول. لا وبعدين خلاص عايز طيب. اروح ل ما تخليني اغني، ما تحسبوش شغلت ان جواز راح ولا اقسم بالله على بقي بس والله العظيم على لساني ان انا اقول ما تحسبوش يا بنات. يلا خليه يغني بقى كتير كده من سنه. خلاص ما بيقول. يلا يلا فرقه المصريين، يلا غنوا بقى حاجات فرقه المصريين. لا ما ينفعش. يلا نغنيها والله. لا ليه نغنيها معاكم انا؟ لو حضرتك هتغني معايا جدا. اذا كنت هتغني انا ماشي. يلا بينا بس كده يعني، والساده المشاهدين يغنوا يستحملونا معنا. لا لا يستحملونا. الجيل الجديد ما يعرفش ان الاغاني دي كانت مكسره الدنيا في التسعينات يعني. وبعدين خدها عز تبعوف واخواته غنوها، غنوا الحاجات دي برضو. يا ما ادونيش خبر لكن زرع. ما حدش بيديني خبر. انا قاعد على فكره كده وما حدش بيديني اي خبر عن اي حاجه. طب اقول لك حاجه. هم صحيح. عندنا كليب بناخد منها جزء على ما انت تظبط. طيب ماشي يا محمد. يلا تعالوش يا بنات قلنا بصراحه ان الجواز عمره ما كان راحه. قولوا لنا يا نصاح مين في الحياه مرتاح، حتى الحمام اللي طاير عنده تعب في الجناح. حلم السعاده الجميل من منبعه السلسبيل، ما يهمهوش لو يسير على صخر او تفاح. ومهما نتعب نقول تعب الحبيب راحة. ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راح، ولا تزعلوش يا بنات ان قلنا بصراحة. ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راح، ولا تزعلوش يا بنات ان قلنا بصراحة. ان الجواز عمره ما كان راحة. مهما تقولوا لنا عليه رجلنا رايحة إليه، واللي يحب الحلاوة لابد يلسع إيديه. لابد من بعض نار ونص درهم مرار، ولما يجوا الصغار تبقى بترقص عينيه. ومهما نتعب نقول تعب الحبيب راحة. ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحة، ولا تزعلوش يا بنات ان قلنا بصراحة. ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحة، ولا تزعلوش يا بنات ان قلنا بصراحة. ان الجواز عمره ما كان راحة. لسه كنا هندخل في التسقيف. انت كان مشروع ممثل هنا في اللب اللي احنا زعناه ده، انت كنت مشروع ممثل. انا اتعرض عليا هات الصوره كده يا استاذ محمد. لا ممثل ايه؟ انت واقف بالجرنان واثق وكاميرا يعني انت ممثل متقمش يعني، انت الملحن والممثل في هذا. لو عايز اقول لحضرتك كمان هو رسام كمان ما شاء الله. لا ما انا عارف انت هتقول لي. انت هتقول لي انا على فكره متقمص هاني شنوده، مش حد تاني. ما ينفعش. لا لو متقمص هاني شنوده دي فرقعت الدنيا دي لما طلع طبعا. هو يعني ايه الفرق بين اللحظه اللي انت معايا فيها واللحظه اللي انت مصور فيها ده والصوره اللي قدامنا دي؟ اللي جوه فضل زي ما هو. اللي بره لسه بيتغير يعني. طبعا
العجز بيبان والسن بيبان. لا لا فشر لا لا, لا مش عجز الحق. وليه على فكرة دي مرحلة كبيرة جدا في العمر. عز الشباب. لا ما شاء الله ما شاء الله يعني الله اكبر تشود حاجة. الحمد لله. لا عايش لا هو طفل يعني اللي هو الفنان الحقيقي كده. ما يعني طفل. انا مش حامل هم سن كام ولا مش سن كام. ما دام عايش ادينا عايش. ده حقيقة. لا وتصنع البهجة. انت كمان صانع للبهجة. طيب انا مش عايز امشي من منطقه المصريين. نسمع حاجه كمان لفرقه المصريين حاجه برضو كده نعنشها. ماشي السنيوره. يلا بينا. السنيوره اقول ماشي السنيوره ازاي يعني. هنقولها بس نقول ماشي يلا. نقولها يلا علشان الجمهور العظيم نقول احنا نقولها يعني حتى جزء منها مفيش مشكله. عشان انت كل ده عقابا ليك عشان ما غنيتش الموال. لا خلاص ده انت صحيت في حاجه ده بيقول لي الحفله الجايه لازم اعمل موال كتكوت. ليه لا انا متخصص. انا كنت فتره قعدت اجمع مواويل كده في برنامج في شعبي اسمه ليل العين فسمعت شويه مواويل تراث شعبي ومحمد طه وخضره خضره محمد خضر وبدراع وفي مواويل في التراث الشعبي الحديث مش قديم يعني رهيبه رهيبه على فكره. احنا كنا واحنا صغيرين نقعد مين يجيب معنى قريب ومعنى بعيد ومعنى ابعد ومعنى نتبارى في الموضوع ده. وده اللي خلانا بقينا شاطرين في العربي. ده حقيقي. يعني خصوصا انت عارف ان احنا عندنا ثلاث انواع مواويل. الموال الاحمر والموال الاخضر والموال الابيض. فلما مثلا الراجل يقول ايه يا داخل بستان الورد ومخطي ايوه دوس على مهلك وانت بتخط ده النص يعرفوني من ادبي ومن خطي. شوف خطي 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 كل واحده معنى فن المربعات ده. طبعا حاجه مذهله. طبعا مذهله. وعلى المربعات والمثلثات انا اقترحت على احد وزراء الثقافه قلت له واحد يقعد بكشكول على قهوه بالظبط ويكتب كل اللي مكتوب على التكاتك صحيح والميكروباصات صحيح في خفه دم رهيبه وفي حكمه. مثلا عبدة اسد ولا نظرة حسن. مثلا لكن ما تبصليش بعين راضيه بص المدفوع فيا الحلوه دي مش عارف من المنصوره مش عارف ايه لا في كلام. في بقى شويه حاجات في منتهى الجمال تضحك انا فضلت اضحك. لا في كوميديا. كاتب ايه السياره للبيع. نقط استريحته. كانه رساله للي زلوه حسدوه بيها. مش ممكن ما تكونش للبيع هو كاتب كده. شوف خف ان هو وصل المصري. شوف خف شعر البلاء ما يضحك. لو ده لو كتب كتاب موسيقى الناس بتفكر. هو الدكتور سائع عويس كتب هتاف الصامتين من الرسائل اللي كانت بتروح الشكاوى اللي كانت بتروح للسيده زين للسيده نفيسه ام العواد. الشكاوى نفسها ازاي المواطن المصري كان يلا نغني لان هم طالبين نجات بعد كده فهنشوف نغني ماشيه السنيوره. طب دام طالبين نجات ما خليه يغني بحلم معاك. طب يلا نجات يلا هتغني بحلم معاك يلا زكزك يا حضرتك ما تسالنيش بقى. ده توزيع جديد برضو عن أيوة بحلم أيوة. بيك. بحلم بيك بحلم بيك معاك. الأورج ده هو حاطط ال 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 تراثي كله كل في الحته اللي هي الكارت موري ده في البتاع بتاعه ده حاطط تراث 60 سنه غنى ومزيكا في الحته الشريحه دي يعني اللي عايز يحصل على تراث هاني شنوده يخطف الأورج ده بالمغرب. يا سيدي يخطفه بس كده عايز تنزل بيها خلاص هنزل بحلم معاك كليب ونكملها لايف. الريح تعال ولاقيك عنيك وديك شطي وأماني العالم كله بأسراره عايش وياك عايش جوايا طول ما انت في الرحلة معايا واسمي
كله بأسراره عايش جوايا عايش ويايا طول ما انت في الرحلة معايا بحلم معاك في السفينة وبينا في رسينا والبحر تاني ريح تعاني ولاقيك فعليك وقفوك العالم كله بأسراره عايش ويا عايش ويايا طول ما انت في الرحلة معايا اسمك واسمي يا حبيبي مدينتي وحكايتي شطي وأماني لا 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 يا عيني ايه الرقه دي؟ اول مره اغنيها الرقه دي وغناها بطعمه برضه وغناها بطعمه غناها بريحته ودي طريقة. مش المقام اللي بيغني منه ده طبق استاتي بس لا هو صوته فيه نعومه برضه يعني. ما شاء الله بس فوكس ان احنا نعيد على لسه اقول لك تقول لها ايه عيد ميلادها نجات اقول لها انا اشتغلت معاكي وده كان من حظي السعيد جدا جدا اللي هو يعني يوازي حظي بمعرفتي بصراحة شيء يا سلام الاثنين دول اتصرف فيها جامد طبعا. جدا جدا طبعا. العمل معها عمل ممتع لانها فنانة من شعر دماغها لغاية ضواف رجلها صحيح صحيح دي فن صحيح. كلها فن رأيك ايه لما نزلوا لأغنية من سنتين كانت تلحين صلاح الشرنوبي نزلوا لأغنية جديدة ما انا عارف الأغنية الجديدة دي وسمعتها وحلوة جدا انا ما اعرفش هي تلحين مين بس حلوة قوي واعرف ولا اعرف حتى كلمات مين بس حلوة جدا 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 طيب نختم بايه اللي انتوا عايزينه بقى نختم يعني نفسي نسمع مزيكا بقى يعني غنينا كويس نفسي اسمع مثلا مشبوه شمس الزناتي عصابة حمادة وتوتو اللي انت يعني يعني عايز اسمع مزيكا بقى اللي انت عايز. ده طلبي الوحيد كل واحد طلب النهارده طيب طلب بس اسمح لي بقى علشان نخلي من كل اللي انت قلته ده لعزاء للسيدات يا سلام هل نقدر نعملها طبعا اصل لعزاء للسيدات دي لها هو اول فيلم عملته في حياتي وفي نفس الوقت طبعا ابنك البكري يعني وده اللي فتح ليا يعني ده الباب الملكي بتاع السينما بقى بتاع السينما ده حضرتك عملت اسلوب في الموسيقى التصويرية في السينما الحقيقة
الله انت عبقري كمان في قفلاتك ما شاء الله. ايه الحلاوة دي؟ مش عارف اقول لك والله، يعني انا نفسي اقعد معاك للصبح ما شاء الله. طب انت عايزين نروح ولا ايه؟ ما احنا عندنا والله يعني هم يعني عندنا فقرات اخرى، بس انا يعني نفسي اسمعك في موال مفيش فايده. لا ما هو مش هينفع موال ان شاء الله. نختم بايه؟ 6-9 تيجي تسمع نسمع الحاجات مواويل. طيب وما ما مش حافظ مش حافظ حتى مذهب ليله العيد يعني انا مش مجهزه يعني فما اقدرش اجازف يعني كفايه جازفنا كتير ف مش عايز تجازف. ممكن حلوه جازف دي على فكره دي كلمه حلوه قوي. طبعا مش عايز اجازف. حلوه حلوه حلوه. برافو عليك يا استاذ زاد. عايز تبقى في الامان ايه؟ لا يعني ممكن يعني ممكن نلعب حاجه تانية. ممكن لو حضرتك عايز انت لوحدك بتدندني وانت لوحدك. في اغنيه لام كلثوم بحبها برضو. اللي هي ايه؟ المذهب من الف ليله وليله. المذهب كده. ماشي هنختم بيه الفقره دي بعد كل الجمال ده نختم في الاخر المذهب ده. لا ام كلثوم برضه مش اي كلام طبعا، بس في فقر في الموسيقى يعني فمش لو حضرتك تحب. لا لو مش عايز خلاص، لو انت مش حابب يعني انا ما عنديش مشكله خلاص. استاذ هاني ايه رايك نخليه يغني الف ليله وليله حته كده؟ اللي هو يحبه. اصل الفن على فكره ما فيهوش لا جبر. بالعكس على طول لازم. انا بقول له وانت قاعد مع نفسك ما فيش مشكله، بتحب الدندني وانت مع نفسك. وانا مع نفسي انا بحب اقول حاجات زي بتلات، بحب اغني اغنيه لام كلثوم مثلا. طب غني كانك ماشي. يعني قاعد خلاص كانك في الصالون. يا حبيبي يا عيني يا حبيبي اللي نور السماء ونجومه قمره سهره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا في الحب سوا. الله. والهوى منه الهوى والهوى منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهوى ويقول للهوى يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي يا شمس تعالي بعد سنة مش قبل سنة دي ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة بألف ليلة وليلة بألف ليلة وليلة في ليلة العمر هو في كم ليلة زي الليلة زي الليلة الليلة زي يا سيدي الليلة يا سيدي. الله عليك. الله 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 الله. برافو يا زكزاك والله برافو. ما كنتش عايز تغنيها يا راجل؟ حرام عليك. ده ايه الحلاوه دي؟ وعملها برضو بمذاقه.
يعني استاذ هاني انت نورتني بجد، ربنا يخليك يا حبيبي، ودايما في الاعياد نلتقي تبهجنا ونسمعك، ودايما يجعل ايامك كلها اعياد، وانت عدنا يعني بجد خليك. وجودك في حد ذاته عيد دائم يعني، ربنا يخليك، ودايما مبدع ودايما معطاء ودايما نستمتع بالكنز اللي جوه هاني شنوده مع حفظ الالقاب. زجزاج نورتني، متشكر ليك، وان شاء الله نجي لك الحفله في الاوبرا، ودايما موفق، ودايما انت مختار طريق حلو وجد وايجابي، وبرده ليك انت اثبتت لي ان لسه الجمهور بخير والله. الحمد لله، شكرا قوي، كل سنه طيبين. بعد الفاصل معانا فقره اخرى، ومحدش شغال شاشه التسي، معانا فقرات كتير، ويا ليله العيد، كل سنه طيبين.